النهارده انا مبسوطه خالص ان انا سمحت الفرصه ان انا اتكلم عن صديقتي وحبيبتي واختي اللي هي رحله كفاح. انا بعتبر انه كفاح العمل مع بعض. واجهتنا حاجات كتيره وفوزيه واحنا كلنا مع بعض اتغلبنا عليها. ببارك لها على المعلمه المثاليه وبتمنى لها التوفيق اكتر واكتر. من الحاجات اللي بصراحه تعجبني اكتر حاجه فوزيه ان عندها باور وطاقه ما بيخلصوش، عندها دافعيه للعمل بتعكسه علينا بشكل كبير، بتحمسنا دايما، بتدفعنا عشان نبذل اقصى مجهود في العمل. من الحاجات اللي صدفتني انا فوزيه انه كان في تلميذه عندها اسمها مريم. التلميذه دي كانت متفوقه دراسيا، فجاه حسينا بالدروب كده في المستوى الدراسي بتاعها بشكل كبير. فوزية تواصلت مع أهلها ومع والدتها تحديداً وعملت خطة تحسين عشان ترجع مريم زي الأول. إيه الأخبار يا كيجي؟ كويسين؟ كله تمام؟ الحمد لله. دايماً بشوفه وبلاحظ إن الأطفال اللي بيخرجوا من عند الأبلة فوزية عندهم ثقة كبيرة في نفسهم، دايما بيشاركوا في جميع الانشطه وعندهم روح تعاون كبيره مع اصحابهم، ما عندهمش اي انانيه وملتزمين بقواعد العمل اللي الابله بتحطها معاهم، دايما بيتعاملوا مع الاخرين بشكل سليم وعندهم تحصيل دراسي عالي جدا، بيطرحوا اسئله بتساعد على الفهم وجيده، ومعظمهم بيشاركوا في كل الانشطه اللي الابله بتحطها معاهم. معايا البركان مين هيعمل معايا البركان؟ مين هيشتغل معايا البركان؟ فوزية شخص طيب ومتعاون جدا وعندها قدرة انها تساعد اي حد محتاج اي مساعدة منها. انا عن نفسي مريت بظروف مرضية صعبة، كانت مشكلتي عندي في دراعي اليمين، وكانت المشكلة دي بتمنعني ان انا انفذ بعض الوسائل التعليمية اللي بحتاجها اثناء الشغل. فكانت فوزية بحكم ان انا شغالة معاها واحنا في قاعة واحدة، فكانت دايما بتساعدني ان انا انفذ الانشطة دي عن طريق انها كانت بتعمل لي الوسائل دي، ودي كان موقف جميل منها بصراحة، وده بيدل على انها انسانه متعاونه. يعني من خلال تعاملي مع الاطفال ومن خلال تجربتي معاهم فكرت في فكره اني انا وصلت لهم المعلومه بشكل ابسط واسهل، ودي احسن حاجه عشان هو يتفاعل معايا. فعملت فكرة البركان وهو تقبلها بشكل كويس جدا جدا وتفاعل فيها معايا، وانا كده يعني وصلت له فكرة جديدة مش موجودة عندنا اصلا. والسوق برضو نميته ان هو يطلع من مجتمع صغير هو عايش فيه لمجتمع اكبر عشان يعرف يتعامل بره ومع الناس ويتفاعل معاهم. علمته ايه يعني العملات، علمته يعني ايه الوزن، علمته يعني ايه العدد، علمته ازاي يتفاعل مع غيره وازاي يتعامل مع غيره بشكل اسهل وابسط.